صباح الخير طلابنا الأعزاء. القرارات الجديدة، طبعا أول شيء أيامكم سعيدة، كل عام وأنتم بخير، أتمنى لكم كل التوفيق. الأيام الجاية راح تثبت لنا شلون راح نقدر نستعد للامتحانات، وشلون راح نمتحن، وشلون راح نحضر لكم المادة العملية. أكيد الكل جاي يتساءل على هذا الموضوع، لكن إن شاء الله بالقرارات الجديدة ويا الاجتماع راح يصير بمجلس الجامعة راح نوصل إلى قرار يناسب جميع الأطراف إن شاء الله. أتمنى لكم صحة وعافية، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تقدرون تعوضون هذا الشيء، النقص اللي صار عندكم خلال هاي السنة بالأيام الجاية. بس عندنا مشكلة اللي هو انتم يعني ما تقدرون تتفاعلون ولا تساعدونا، ولا تقدرون نفس الوقت تحلون الأزمة اللي احنا بيها. يحتاج هذا الديزاين من التعليم الإلكتروني، اللي ارجع واقول انه هو تعليم فاشل، لكن يحتاج التواصل تجي عن طريق القراية. مو معناها أنا أخلي الكويز، أفتح صفحة الكويز وأجاوب على الورقة بدون ما أفتهم، بدون ما أتابع الباوربوينت. رجاء، ترى أنا أحاول أشرح الباوربوينت بأسلوب كأنه أنا موجودة بداخل القاعة، بأسلوب بحيث أحاول أنه أشرح لكم المادة وأكون وياكم. فأرجو أنه تابعون الموضوع وبجدية، ترى راح تتراكم عليكم والوضعية كلش صعبة. لا أبالكم من الامتحان الإلكتروني أقدر أغش، لا، طريقة الأسئلة راح تكون مهما تكون، حتى لو أسئلة قصيرة، أو مهما تكون حتى لو الكتاب مفتوح قدامكم، إلى أن تدورون على الكتاب راح يخلص الوقت، فيحتاج أنه تقرون. يعني القراية من حتقروها راح تعرفون تجاوبون، تفهمون شلون؟ صح ممكن يسهل عليكم أنه تفتحون الكتاب وتنقلكم أول كلمة ثاني كلمة، بس إذا أنتم ما قاري ما تعرفون تجاوبون. فرجاءً المتابعة والقراية، وعندي هاي مشكلة انه كلكم نفس الخطأ، يعني معناها الجواب متناقل بيناتكم. انا هذا قاعد اسوي الكويز، يعني الدرجة مالته انا مخلية علي، يعني لو تشوفون درجاتكم ترى كلها زينة، يعني تعرفون ليش؟ لانه انا مخلية درجة على تواصلكم بالموضوع. فارجو انه كل واحد يجاوب طريقته، على اصلح الاخطاء مالته بطريقة، يعني يفتهم الخطأ مالته وين. فأرجو أن تعاونونا بهذا الموضوع، رجاءً 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 رجاءً. الموضوع كلش مهم وكلش يعني مخربط، ونفس الوقت لازم إحنا نسيطر عليه، فالتعاون من حضراتكم كلش مهم. تمام، محاضرتنا اليوم هو تكملة عن المحاضرات اللي حكيناها ذاك الأسبوع، اللي هو الكراودينج والسبيسينج والكلاس 1، واحد الطرق السبيس ريجينينج اللي احنا شرحناها ذاك الاسبوع، ما احنا ندخل تفاصيل اكثر، هو كان الاكستراكشن اللي هي اخر نقطه. راح نحكي عن الاكستراكشن محاضره بسيطه جدا، وحتشوفون هواي بيها حكي، بس دائما اقول لكم انتبهوا على الباوربوينت، لانه الباوربوينت هو اللي يركز على الموضوع، التفاصيل المهمه داخل المحاضره. يعني تعرفوني انا من اقول شيء هو المهم، بس من ما أقول شيء يعني معناه هذا مو مهم، يعني عرفت شلون؟ حتشوفون هواية نقاط وهواية تفاصيل، تأخذون النقاط الرئيسية وتفتهمون. quiz materials are يعني شنو مادة الكويز مال هاي المحاضرة. كالعادة احنا دائما شو ما أقول محاضرة، أي محاضرة أشرحها المحاضرة القادمة راح يكون كويز بها. المحاضرة اللي شرحتها ذاك المرة قبل العيد هي كانت التريتمنت مال كلاس 1 لكراودينج اند سبيسينج، اللي هي كلها تقريبا متشابهة. الكراودينج صفحتين، لا تقولوا لي مادة هواية، كراودينج صفحتين، سبيسينج كم صفحة، والتريتمنت مال كلاس 1 هي يعني عادة للكراودينج والسبيسينج. فرجاء انتبهوا لي، هاي المادة داخلة. إضافة اختاريت لكم محاضرة سهلة وبسيطة من محاضرات الفصل الأول، اللي هي Intraoral Radiographies. لا تشوفون الأرقام 6 و 12 و 18 وما أعرفش قد، هاي أرقام خربطت هالسنة، ويا وضعية كورونا ويا وضعية المجتمع مال هالوقت كل شيء تخربط. الأرقام ما عندكم علاقة بها، الأرقام ما عندكم علاقة، انتبهوا للمواضيع. Intraoral Radiographies
crowding وspacing وtreatment of class 1. أتخيل المحاضرات كلها موجودة، وإذا الانترأورال ديوغرافي ما متوفرة راح أدز لكم إياها الوورد، أرجو أن تقروها وتتكوزون بها. راح تنتبهون ويا كل امتحان كخليكم سؤال عملي، تمام؟ من تخلص الاجتماع مال مجلس الكلية وشنو حيوصل على المادة العملية، أكيد راح أوضح لكم طريقة الامتحان العملي أو شنو راح يكون الامتحان العملي. أتمنى لكم كل التوفيق، تابعوا وياي رجاء، كلش مهم، دعوتكم مجال كلش واسع. ترى راح أبدي أضيق الوقت، يعني هسه أنا حاليا قاعدة تقريبا أسبوع، يعني معقولة ورا أسبوع يجيني يوم الامتحان يقول لي والله ما عبالي، أبالي يوم الجمعة، اليوم يعني ترى يعني أسبوع كامل. وين يكون عيد؟ شنو العيد؟ يعني العيد أنتوا كلكم قاعدين بالبيت، منع التجوال، لا طبة لا طلعة، يعني العزايم بالليالي، الولد قاعدين سوية، والبنات ما عرف شي يسوون، والهات تتزوج، والذيكة ما عرف منو. فرجاء رجاء رجاء كلتنا قاعد نمر نفس الظرف، كلتنا محصورين وكلتنا قاعدين، عندنا مجال واسع، استغلوا المجال. لو كل يوم تقرأ لكم ساعة أتخيل حتى تحقون، وأتخيل أنا ما قاعد أحكي إنهم بس كمادة، ما أكيد واي موادكم، تواصلوا وياها لا تنقطعون عنها على مود لا تتراكم عليكم، لأنه بعدين راح تلاص عليكم نوصل من هذا تمام. فرجاء واصلوا وإن شاء الله خير، وانتبهوا على هاي المادة. هاي المادة هي داخلة بالكويز مال هالأسبوع مال هاي المحاضرة، حتشوفوا نهاية المحاضرة موجودة الكويز، وأتمنى لكم كل التوفيق. راح نبلش قبل ما أبلش بالمحاضرة، من الامتحان الثاني اللي كانت المادة الأولية، أخاف أحد عنده نقاش على درجة مالته شنو الأخطاء مالته، كانت النقاط واضحة من المحاضرة ما بها إشكال، بس الأخطاء اللي واردة اللي انتبهت عليها أغلبيتكم وخطأتوا بها، الـ vital branch of case history أو vital point اللي استخدمناه بالcase history بالمحاضرة مع case history. إحنا قلنا vital object أو vital parameter هو age of the patient أو date of birth of the patient. الأغلبية غلطوا بها، تمام؟ vital يعني ليش vital إنه هو age؟ لأنه حسب العمر patient راح نقدر نتكهن نوعية اللي تريتمنت، يعني حنسوي له growth modification، نسوي له camouflage treatment، extraction، نغطي له skeletal component، نشتغل على skeletal component. هذا كله يتحكم هو ال age of the patient، هذا بال case history. مو تقعدوا تكتبوا لي chief complaint وال name وال address، لا، ال vital هو الأمر ال patient، تمام؟ هاي نقطة مهمة. من أقولكم adenoid face اشرحوا لي diagnostic، ترى إحنا قاعد نحكي ortho، مو قاعد نحكي histology ولا قاعد نحكي pathology. تقعدون تشرحوا لي إنه adenoid صار عنده inflammation، فاتحين المحاضرة وكاتبين ليها نصاً الكلمات الأدينويد فيس، تشرحوا لي الدياغنوسيس مال بيشنت جاكم عند الأدينويد فيس، لونج فيس، ديبريشن يصير بالمالر بون، ديب باليت، كراودينج، كروس بايت، هذول النقاط. فالأشخاص اللي ما كاتبين لي هاي النقاط طبعاً ما يحصلون على الدرجة. والبيبي فيدينج يعني نوعية الأكل الطفل، هذا يعتبر تابع ليان نوع من بالهيستوري هو البوستناتال، تمام؟ هاي لازم تتبعون عليها. هاي الأخطاء الواضحة كانت عندكم بالكويز الثاني بالتعليم الإلكتروني. رح نرجع لمحاضرتنا، قلنا موضوعنا اليوم هو الإكستراكشن، أحد الطرق اللي رح نستخدمها بحل مشكلة أكيد الكراودينج وليس السبيسينج. كان ممكن يكون عندنا حالة سبيسينج صحيح وسوي الإكستراكشن أقلع سن، مو؟ احنا طبعا احنا من أردكم تنتبهون هنا من نحنيش عن أحكي extraction، ما أريد أقول لكم بيها كل خطوة إنه هي orthodontic extraction، يعني أنا ما قاعد أقارن نفسي ويا ال oral surgery. بال oral surgery كوكم patient ال indication أو ال criteria for extraction لل patient يختلف عن patient extraction بال ortho. يعني بال oral surgery يعني سن unrestorable، خلاص انتهى ما له حل، لازم نسوي له اكستراكشن. لكن احنا اورثو عندنا اغراض اخرى، احنا نريد نصلح المال اوكلوجن، عمليه تصليح المال اوكلوجن
أحد الخطوات من أداء إحدى الخطوات، يعني مو إجبارية ولا افتراضية، هو الإكستراكشن. راح نبلش المحاضرة، راح تشوفوها محاضرة قلت لكم كل سهلة، شوي بها لغوة زيادة، لكن أنا قاعد أركز لكم على الشغلات الرئيسية وفقط هذا المطلوبة يعني. راح أوضح لكم إياها بصور، أنا متبقى ببالكم إن شاء الله. أول شيء بالإكستراكشن، الإنديكيشن أوف إكستراكشن أوف تيث اللي هي كبارت من أورثودونتيك تريتمنت أكيد معروفة، راح ننتبه. شوف هسه شغلتكم هذا، شو حيكون عندي؟ عندي حالتين، نقطتين، واحد واثنين، قد تشوفون؟ وكل نقطة خليت لكم صور واضحة لها. أول شيء لازم يكون عندي arch length tooth size discrepancy. من يصير عندي اختلاف بين السايز اللي شرحناه بالمحاضرة السابقة، اختلاف بين السايز ما tooth وبين الارش، يعني شنو معناها؟ دائما يكون عندي البروبلم is reduction، يعني دائما عندي reduction صاير بالدينتال arch، أما بالسايز ما دينتال arch أو reduction سببه إنه عندي excessive tooth material، الماتيريال ما يعني حجم السن أكبر من اللازم، فصاير شنو عندي؟ crowding، يعني ما ممكن أسوي extraction في حالة spacing. كشوفون هاي الصورة واضحة؟ تمام. طبعا يعني هل معناها في جميع الاحوال اني اسوي اكستراكشن اذا عندي كراودينج؟ هذا كلام لا. تمام، لازم يكون عندي جايد لاينز على مود اسوي الاكستراكشن اذا عندي كراودينج. شوفوا هاي الصوره، يعني انا مخليت لكم صوره حسب الكلاسيفيكيشن شرحناه بهذيك. تمام، احنا ايش قلنا؟ هذا النوع من الكراودينج راح اعيد لكم اياها تذكيرا من المحاضره السابقه، هذا يعتبر سيفير كراودينج حسب الديجري مال ديسكريبنسي، لانه درجه الخربطه اللي عنديها كلش هوايه اكثر من 5 مليم، فاعتبرها هو سيفير ديسكريبنسي. صحيح، ها واحد حسب الايتيولوجي كشوفون انه البوستيرير نورمال الانتيرير صار بيها خربطه، اذا هي نوعيتها برايمري كراودينج او يسموها بالهيريديتري crowding. تمام، التسميات مهمة، كل واحد عند أكثر من تسمية مهمة، انتبهوا لي رجاءً، ترى مو بعدين أجيب بعدين تقولوا لي ما قلتي، قالتها بالباوربوينت أو بالمحاضرة أكثر من مرة. تمام، فشوف هاي الصورة، إن severe crowding إذا معناها إذا كان كمية crowding mild هل حسوي extraction؟ أكيد لا، أكو عدة طرق شرحناها بالspace regaining لذيك المرة ممكن أحل مشكلة المايلد كراودينج. إذا موديريت، يعني بين 4 مليم فوق 4 مليم إلى 9 مليم حسب الكونديشن مال الكيس، إذا ممكن أسوي له إكستراكشن أو ممكن ما أسوي له. لكن إن سيفير كيسز راح تشوفون بالمحاضرة، سيفير كيسز 10 مليم، يعني 10 مليم نقصان عندكم بالسبيس بالأبر آرش كاملة أو باللور آرش، يعني فول آرش، يعني بالكوادرنت بالربع، يعني 5 مليم بالربعين، نصين الربعين من نجمعهم يعني يصير تقريبا 10 مليم فما فوق. من يكون عندي 10 مليم discrepancy أو reduction بالدينتال آرش، we need to extraction 100%. لكن إذا أقل من 10 مليم، يعني 9 مليم 4 مليم maybe or maybe not، إذا كان أقل من 4 مليم يعني mild crowding أخليها ببالي ماكو any choice for extraction. تمام؟ طبعا الاكستراكشن يعني معناها حنجي نتلاعب بيا part بالتيث لو بالدينتال arch، أكيد بالتيث، يعني هو discrepancy بين السايز مال دينتال arch وبين التوث material، يعني من أن أجي أشيل سن قللت من كمية الأسنان الموجودة بالدينتال arch، صح؟ وبالتالي صار عندي ريليف للكراودينج. ممكن انه اتلاعب ويا السايز مال دينتال ارش، طبعا اقدر اتلاعب باحدى خطوات السبيس ريجينينج اللي هي الاكسبانشن، تمام، اوسع. بس مرات الدينتال ارش يكون نورمال سايز مالته، الاوفر اكسبانشن هياثر على الكونديشن. تمام، زين. ثاني indication هسه صارت واضحة الاكستراكشن، إذا لازم يكون عندي reduction بالدينتال arch، أي والخربطة صايرة بين الدينتال arch بين teeth نوعيتها reduction اللي هو الكراودينج، لازم يكون عندي severe crowding أو moderate حسب الكونديشن، هاي واضحة. أو يكون عندي مشكلة بالساجيتال بلين، يعني الانتروبوستيرير اللي شرحناها ذاك الأسبوع، أول نوع أخذناه هو الكلاس 1، راح نشرحها بالمحاضرة القادمة على الكلاس 2.
ورار كلاس 3. الساجيتال أو الأنتروبوستيريور كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3. كراودينج هي كان قلنا أحد أشكال الكلاس 1، فإذا هي مو قصدنا على الكلاس 1 إنما قصدنا على الكلاس 2 كلاس 2 أو كلاس 3. ننتبه على سلايد راح تشوفون هنا عندي هاي الصورة مال أول صورة اللي هي الكلاس 2 كلاس 2 كلاس 2 مال أوكلوجين، يعني الأسنان كلش بارزة اللي قدام، يعني مو كل الكيسات معناها اللي يحتاج الاكستراكشن. اولا لازم يكون adult cases، لازم يكون يعني هواي شغلات احنا بها تفاصيل لازم نشرحها ان شاء الله بمحاضره الكلاس 2. الاسنان كلش بروكلايند او بروتروزيف، احتاج انه ارجع الاسنان، الاسنان المتقدمه يحتاج ارجعها. احدى الخطوات انه ممكن يكون الاكستراكشن. الاكستراكشن وين تكون؟ الاغلبيه تكون بالابر ارتش بالكلاس 2، يعني الكلاس 2 مخصص الاكستراكشن مالته وين؟ upper arch. تمام؟ لننتبه على السلايد اللي وراء، الاكستراكشن بالكلاس 3 وين؟ باللور arch. هذا قانون، بس قانون حسب الكونديشن، يعني مو معناها انه يعني جاني كلاس 3 حل اكزو سوي اللور، لا، او جاني كلاس 2 سوي اكزو للابر، لا، حسب الكونديشن، حسب الكونديشن اوف ذا تريتمنت. راح نشرحها بالكلاس 2 بكلاس 3 اكثر، بس يعني قصدي اذا ردنا نسوي اكستراكشن بالكلاس 2 هو الابر حنسوي اكستراكشن اللي هو البريمولرز طبعا، واللور هي اللور بريمولرز في حاله الكلاس 3. تمام؟ ممكن بالكلاس 2 مرات اسوي اكستراكشن باللور، يعني ما اقتنع بهذا الكلام بس هو موجود علميا موجود، يقول لك انه اسوي اكستراكشن باللور في حاله الكلاس 2 على مود اعدل البوستيريور ريليشن شيب، يعني اريد اخلي مثلا عندي كراودنج باللور وكلاس 2 ونفس الوقت اريد اخلي المولارات، انه المولارات شوفوا مثلا هاي الصوره، اريد اعدل المولارات اسويها كلاس 1، اقلع الفايف اللور واقدم السكس في سبيل شنو اخلي المولر. انا بالنسبه لي يعني اشوف انه الستيبلتي مال اوكلوجن تجي من الكينان ريليشن وليس من المولر ريليشن، يعني مو معناها لازم احول المولر الى كلاس 1 على مود اعدل الاوكلوجن واقلع السن، أنا ما أشوف هذا الشيء صحيح، لكن برأيي هذا طبعاً، أنا لا شيء مقارنة بالعلماء مالتنا أكيد، العلماء يقولون أو الدراسة والدراسات أثبتت إنه ممكن أسوي extraction بالكلاس 2 باللور arch على مود أحافظ على posterior relation، صارت واضحة؟ إذن بس in general الكلاس extraction ممكن أحل مشكلة الكراودينج. ونقطة رقم 2 إذا عندي anteroposterior problem بالكلاس 2 أو كلاس 3. كلاس 2 عادة upper والكلاس 3 عادة lower. تمام؟ هاي النقط يعني ملخص مفيد، هذا واضح وسهل وهو هذا المطلوب. تمام؟ زين. هسه انتبه على selection of teeth to be extracted، يعني السنة راح أقلعه يعني بمواصفات معينة لو أجي أقلع خلص هذا قررت أقلع. طبعا الكلام شو يقول؟ يقول إنه يعني الكيس مرات تفرض عليك إنه لازم تقلع هذا السن. تمام؟ أكو كيسات تفرض عليك، أكو لا، أكو عدة عوامل ممكن تأثر على السن اللي تقلعه، اللي هي الـ condition of teeth، position of crowding and position of teeth. راح ننتبه كل وحدة، خليت لكم صور عم أوضح لكم الموضوع. ننتبه على سلايد الواحد. condition of teeth يعني شنو condition of teeth؟ لازم أنا سن الأقل يعني أكو condition معين بي مرات ومرات لا، يعني مثلا انتبه على هاي الصورة، فرضا عندي هاي الصورة crowding يعني باللور arch، فرضا أنا قامتكم فرضا أنا ما قاشرح لكم على الكيس، أنا قامتكم افتراضات، وهذا crowding أحتاج أحلها بالextraction of teeth. أقول لكم فد معلومة أكيد مو بس أنتو، أغلبية الدنيا كلها يعني هسه أي واحد تمشين بالشارع تقولي له تقويم أسنان حيقول لك extraction of premolar first premolar اللي هو من الفور، مو يعني أغلبية الناس يعني معروفة في مجتمع طب الأسنان إنه تقويم الأسنان يراد وياها extraction of four الفيرست premolar، هذا معروفة. لكن لو نشوف مثلا هاي الصورة راح ننتبه إنه lower five severely caries fractured باقي له عبارة عن retained root. تمام؟ يعني من يكون ال condition مال teeth مالتي severely carious or fracture have a plastic
منتهي وضعيته منتهية، أفضل إنه أقلع الفايف على الرغم إنه لازم أحرك الفور وبعدين أحرك الكنان على أصلح الكراودينج صاير بالإنتيرير، تمام؟ لكن أفضل إنه أنا أقلع الفور الفايف العفو وأحافظ على الفور، لأنه الفور هو healthy condition، يعني أنطي الأهمية للهيلثي أكثر من أهمية appearance. يعني مو معناه شكله حلو الفور أبقي، لا، لأنه هو more healthy prognosis مالته أعلى من الفايف. الفايف تعبانة وضعيته، يحتاج له فولينج ويحتاج له، والفولينج ممكن يصير fractured وممكن مشاكل تصير، صح لا لا؟ إذا هاي الصورة، إذا condition of teeth لازم أختار السن التعبان أحسن من السن اللي يكون condition مالته more healthy. بقى هاي الصورة اللخة، طب شوفون عندي 4 وعندي 5، ال 5 large restoration، شوفوا 6 أصلا crown، يعني إذا فرضا أريد أقلع يعني أختار بين هذول السنين أفضل مما أقرأ البريمولر، صح؟ التعبان يعني الفلينجات، هاي الفلينجات كلها تسوي مشاكل بالجنجفة وممكن يسوي مشاكل بالتوث، لكن هذا sound of structure natural، تمام؟ صورة الوراها بقى 6، هنا أنا عندي root canal filling، هنا أنا عندي shortage، وهنا أنا قلت لاحظون حتى الفلينج صار بيها gap، هنا أنا periodontitis صار، هنا شوية صار عندي bone resorption، بقى flat filling تشوفون، يعني 6 وضعيته تعبانة، ليش أنا أجي أقلع 4 أو 5 وبقلع 6 وخلص من عنده unrestorable أو وضعيته كلش تعبانة؟ إذن الكونديشن مال teeth هو اللي قرر لي التوث to be extracted، تمام؟ بس تقولوا لي دائما، لا مو دائما، يعني ممكن مرات الحاله تفرض انه تقلع هذا السن. زين ننسبح على الكونديشن الثاني position of crowding، ننتبه للصوره مثلا تشوفون هنا هذا السايد از نورمال، هذا السايد هو البي كراودينج، اكيد راح اقلع من السايد اللي صار بي كراودينج مع مراعاه السيمتري اوف ذا ميد لاين، صح لا لا؟ هاي نقطه كلش مهمه تشوفون، يشوفون يعني مهمة. هاي هنا الفايف يشوفون صاير out of the dental arch، يعني كله طالع من the dental arch. من أجي أقلع، أجب أقلع الفور لو الفايف، أكيد لازم أقلع الفايف لأنه الفايف طالع out. حركة هذا السن على متعدلة أصعب مما أعدل هذا الفور، صح لو لا؟ هذا ما له علاقة ويا position of the crowding، هذا علاقة ويا نقطة رقم 3 اللي هو position of tooth، position of tooth. Position of the crowding بهاي الصورة خليتها توضيحا إنه side ال ما بي crowding ممكن أبقي ما أسوي extraction، لكن أسوي side اللي بي crowding. ننتبه لهاي الصورة بعد لهاي الصورة عندكم lateral side out of the dental arch، كتشوفون side out of the dental arch، راح نسوي extraction of premolars from both sides upper and lower، تمام؟ على مود نسحب الكنان نخلي class 1 with the lower، تشوفون هاي الصورتين هي قبل التريتمنت وهاي الصورتين after the treatment، تشوفون الكنان هنجي نقعده هنا تشوفون، ونطلع اللاترال اللي هي صار out نطلع نقعده بمكانه ونصلح الكراودينج. إذا الكراودينج position of the crowding هو اللي يقرر، تمام؟ بس أكو عوامل أخرى هم تأثر، يعني ال appearance هم يأثر، صح لو لا؟ ال position of tooth. ننتبه على الصورة اللي وراها ال position of the teeth. بقى مثلا عندكم هاي الصورة هنا، انتبهوا بقى هنا عندي central canine مو premolar 4 5 6، هنا عندي هذا اللاترال هو صح بيك شيب شكله ما حلو، لكن احتاج انه اني اطلع اللاترال هنا، لكن اني افضل اذا تشوفون الكونتاكت شكد حلو صاير بين السنترال والكناين، كلش حلو كلش حلو، وكونتاكت مالته زين، اقدر اعدل شويه التب مالته، شويه ابرد من التب مالته ينحل المشكله. اذا البوزيشن اوف تيث بما انه هو طالع اوت اوف ذا دنتال ارش، عملية إنه أرجع هذا التوث أخليه بالموقع مالته بين السنترال واللاترال، أنا أفضل إنه أقلع هذا التوث أحسن مما أقلع البريمولر اللي هو وضعيته أحسن، appearance أفضل وconditioner أفضل، تمام؟ فإذا position of teeth أيضا رح يأثر على decision of our extraction.
بقى مثلا هاي الصورة، بقى هنا عندي impact central incisor، بقى وضعية الامباكشن مالته horizontal، وضعية abnormal، شكله abnormal، أكيد معناها هذا التوث is needed to be extracted لأنه وضعيته ما متفعله أو ما متناسبة إنه أجي أحركه وأجي أعدله، راح يأثر على الكونديشن مالته. إذا انتبه من هذا الكلام إنه إذا الكونديشن مال تيف تعبان يعني bad unrestorable، أكيد أفضل إنه أسوي extraction لل unrestorable over the restorable tooth، صح لو لا؟ أو normal أو healthy tooth. The position of the crowding A side B crowding أقلع من عنده، والكمية اللي crowding هو راح يحدد لي الاكستراكشن مالتي، تمام؟ كمية اللي crowding وراح يحدد لي، لكن يعني مو دائما انه أنا عندي مكان crowded، أو مثلا crowding صاير بالpremolar أقلع الpremolar، crowding صاير بالانتيرير أجي أقلع الانتيرير، لا، هو عادة الاكستراكشن جاي يصير بمنطقة البوستيرير أكثر من الانتيرير، هخليها ببالكم، تمام؟ وأكثر جاي يصير بالمنتصف اللي هي البريمولر وليس المولر، تمام؟ هم بهذا يأثر لي. position of teeth دائما أحاول أختار التوث الاكستراكشن هو التوث اللي أحركه أكثر. يعني شلون أحركه أكثر؟ يعني أي tooth is malposed severely، يعني كلش بتحرك ومتخربطة وضعيته، على مود أصلحه أحتاج إلى movement أكثر، أحتاج إلى movement أكثر. فلذلك كلش مهم عندي تنتبهون على هاي النقطة، أي سن أحتاج إنه أحركه أكثر، تمام؟ راح يتعبني بالtreatment والresult مالته راح يكون أقل، نتائجه يكون أقل، مو كلش حلوة. فلذلك أختار السن اللي أحتاج إلى أن أحركه أكثر. فposition مال teeth مهم بالقرار مال extraction مالتي. any tooth is need to be moved more is preferable to be extracted. طبعا أكو عوامل تغير لك المجرى مالتك، تمام؟ راح تشوفون أنت راح نشرح extraction مال سنسن central lateral canine premolar كل واحد حسب الكونديشن مالته، وراح تشوفون يا سن أكثر أهم بالقرار الاكستراكشن. هسه راح تنتبهون بالسلايدات القادمة. هسه صارت واضحة؟ إذا الفاكتورز need to be selection for tooth to be extracted هي ثلاثة: condition of teeth, position of the crowding and the position of teeth. type of extraction شنو نوعية الاكستراكشن عندي بالأورثو؟ طبعا ارجع اقول لكم الاكستراكشن اللي قاعد احكي هنا هو اكستراكشن ان اورثودونتيك تريتمنت وليس بالاورال سيرجري، تمام؟ راح نشوف عندي ثلاث انواع من الاكستراكشن: بالانسينج، كومبنسيتنج، اند انفورسد. كل واحد بمعنى يختلف عن الثاني وكل السهل هذا. بالانسينج، compensating و enforce وضح لكم اياها بصوره عشان تفهموا شنو معناها كل واحد من عنده. ننتبه على سالفه من اقول balancing extractions، يعني شنو معناها balancing orthodontic extraction؟ ننتبه لهذه الصوره. نانا عندي crowded كان عندي بهذا السايد، الفايف طالع out of the dental arch، سوينا الاكستراكشن. تشوفون السهم مأشر على مكان اللي هو extraction of five. ننتبه إلى الميدلاين، صار بي شيفتينج بالميدلاين، تمام؟ على ما أحصل أعدل هذا الشيفتينج اللي صاير بالميدلاين مع دينتال آرت، أضطر إنه أقلع من الأوبوزينج سايد الكاونتر سايد من الجهة الأخرى، يعني تمام؟ اللي هذا السايد نفس التوث، على ما أحرك الأسنان باتجاه السن قلعته وأعدل الميدلاين مالتي، تمام؟ صارت واضحة؟ هذا شيء يسموه بالانسينج سايد. البالانسينج اكستراكشن يعني الريموفال اوف توث اون ذا اوبوزيت سايد اوف ذا سيم دنتال ارت. انتبهوا للتعريف كلش مهم. تقولوا لي انه هو اكستراكشن اوف توث منين؟ من الاوبوزيت سايد اوف ذا سيم دنتال، يعني بس تقولوا لي اوبوزيت سايد وتوقفون، معناها اتوقع انه اوبوزيت سايد فروم سيم دنتال ارت، لو من الاوبوزينج دنتال ارت، صح؟ لا، من اقولكم بالانسينج يعني على ما تتوازن عندي الميزان، من اسمه بالانس يعني توازن، لازم توازن عندي الميزان. اسوي الاكستراكشن منين؟ من السايد الاوبوزينج سايد اوف ذا سيم دنتال ارت. اذا بالانسينج اكستراكشن هو الاكستراكشن اوف توث، تمام،
from the opposite side of the same dental arch in order to preserve the symmetry. علام أحافظ على السيمتري. يعني أحافظ على الميدلاين، على ما يصير عندي ديفيجن. كلش مهم إنه أقلع من السايد ال opposite side from the same dental arch. صارت واضحة؟ إن شاء الله تكون واضحة. أكو أي سؤال طبعاً كل واحد يراسلني وأكون ممنونة جداً على مدى ساعدكم بالإجابات. ننتبه على سلايد compensating extraction. من أقولكم compensating extraction لازم نشوف، شوف الصورة. يعني هي extraction of tooth in the opposing arch. كتشوفون هناك كان extraction of the opposite side the same dental arch. هنا أنا بال opposite arch يعني بالجهة المقابلة أقلع upper 4 أقلع lower 4. طبعا هاي الحالة أكثر شيء أشوفها بالbimax cases. شنو bimax cases؟ يعني الأسنان اللي متقدمة، شرحناها بالكلاس 1 مال occlusion صحيح. شوفوا هنا أنا ال 6 normal ال 5 normal يعني posterior segment occlusion مالته normal. من أني أجي أقلع upper 4 على مود أحافظ على هذا same normal relation كلش مهم. حتى الكناين يشوفون الأبر لور كناين البوزيشن مالته كله صحيح. أقلع أبر فور أقلع لور فور والنتيجة شو حيصير عندي؟ أسحب الكناين يشوفون سحبت الكناين وسحبت اللور كناين، حافظت على نفس الريليشن فسويت له شنو؟ compensating extraction. سويت له compensating extraction. البالانسينج هي الـ opposite side of the same dental arch. الكومبنسيتنت هو equivalent tooth in the opposite arch بالارش المقابلة. تمام؟ upper الجهة المقابلة lower على مود أحافظ على same dental أو buccal relationship. تمام؟ زين نجي على النقطة enforced extraction. الـ enforced extraction كل سهل، يعني معناها السن مجبور إنه أنت تقلعه، مجبور ما عندك حل ثاني. يعني الـ crossed decayed tooth مثلاً تمام، أو unrestorable أو fractured tooth تمام، مجبور أنت تقلعه، يعني إنه هذا السن لازم أنت تقلعه تمام. هذا يسموه enforced extraction. إذا كم نوع صار عندنا؟ صار عندنا البالانسينج اللي نوازنها بالسيم دينتال آرش، أقلع من وان سايد الأبر سايد هم أقلع عند أحافظ على السيمتري تمام. compensating extraction from the opposite arch يعني أقلع من السن المقابلي تمام، جوه upper arch واللور arch على مود أحافظ على الريليشنشيب بين الأبر واللور نفسه the same relationship. الانفورس اكستراكشن يمتى يكون هذا الاكستراكشن؟ أقلع لأنه ما احنا مجبورين necessary to be extract of grossly decayed tooth or grossly unrestorable tooth تمام؟ احنا مجبورين انه نقلع هذا الاكستراكشن. كتشوفون يعني معلومات ترى كلش بسيطة. factors tooth position tooth ما اعرف شنو types compensating balancing يعني معلومات كلش بسيطة وكلش سهلة وهي محاضرة كلش سهلة. هسه راح نشرح كل سن نسوي extraction، يمتى نسوي extraction وشو الindication مالته ونقلعه أو منقلعه. كل سن in orthodontic treatment يعني قاعد أحكي تمام. راح ناخذ واحد واحد ننتبه على extraction of the incisors. هل معناه إحنا بالأورثو نسوي extraction incisors؟ يعني ممكن أو ممكن لا حسب الـ condition of the mal occlusion. رح نأخذ أول شيء upper incisors. أنا من أقول upper incisors يعني ممكن central وممكن lateral. خليت لكم مجموعة من الصور على مود نشوف هاي الكيسات اللي نحتاج بها extraction أو ما ممكن نحتاج بها extraction. ننتبه للصور، ترى هاي الصور كلش مهمة حتى بالامتحانات العملية ممكن أجيب لكم إياها. انتبهوا هاي الصور مهمة حتى بالامتحانات العملية ممكن أجيب لكم إياها. ننتبه للصورة الأولى، ضعوا هاي الصورة. شو عندي هنا؟ عندي impacted central incisor، هذا يسموه unfavorable. بالمناسبة الـ extraction in orthodontic with upper incisors rare، كلش قليل. يعني ما ممكن، يعني ما ممكن واحد يجي يقلع الـ upper central incisor على مود ortho، ما ممكن. يعني أكيد المنظر الأستيك راح تتخربط، الدنيا كلها راح تتخربط مال الشخص
تمام؟ لكن أكو حالات تجبرك، يعني مثلا هاي الحالة رقم واحد يقول لك unfavorable impacted central incisor. يشوفون وضعيته، أكو deformity بالشيب مالته، هذا هو central deformity بالشيب مالته، deformity بالline مال impaction مالته، باعو صاير horizontal، صاير بالعرض، قاعد على الروتس، تمام؟ هذا يعني هذا الخربطة ممكن تخليك انه تقلع. بس انا اقول لكم نقطة مهمة ومو شرط، يعني انا واحد من الناس اذا تجيني اشكي الكيس انا ما اقلع سنترال، هم اقلع اطلع بس ما اقلع سن ثاني، اطلع يعني اطلع واعدل اللاين مالته، وبعدين ممكن اقلع اذا شفت انه وضعيته مو تمام، ممكن اقلع او ممكن اقلع الانذر توث اللي هو البريمولر. أنا أتوقع، يعني أنا عندي توقع داخلي إنه الله سبحانه وتعالى من أنطانا 2 بريمولارات ممكن نستغني عن واحد من عندهم، لكن من أنطانا 2 إنسايزرات كل إنسايزر بمكانته بموقع بالدينتال آرتش يأثر على الأستيك على الفانكشن يختلف عن الثاني، لكن بريمولارز التشابه بيناتهم كأنهم توم، التشابه ماتهم كلش واضح، لهذا أنا أشوف إنه بريمولر إذا أقلع ما يأثر، لكن incisors يأثر. بس مع ذلك كونديشناته قليلة بس ممكن متوقعة، واحد ما يحكيها أكبر من كلام متوقع، ممكن يعني يجي كيس ينجبر يقلع incisors. فإذا هاي واحدة من الكيسات اللي هي عندي دائما تكون unfavorable impacted central incisor. ننتبه على الصورة وراها، تشوفون fractured unrestorable باقي لكم retained root وعندكم crowding، يعني معقول يعني هذا الشيء ما اكو اي tooth material تتحمل انه ينبني عليه، unrestorable مجبورين، تمام، او traumatic او fracture فمضطرين. ننتبع على الصورة وراها، هاي الصورة وراها يعني هي options، يعني الاوبشن مال تريتمنت من هاي احنا شفناها قبل شوية، هاي الصورة انه نسوي extraction of premolars، لكن واحد يجي يقول اكو حل ابسط الها، اللاترالز، ينتبهوا الكلام، اللاترالز are completely block out، يعني شنو block out؟ يعني طالع خارج الدينتال arch، تشوفون هذا اللاين مال دينتال arch، اللاترال اثنينتهم طالعت خارج دينتال arch، شوفوا الكونتاكت بين السنترال والكناين كلش حلو. يقول أنا بدل ما أقرأ البريمولر من أقرأ البريمولر حاجيب الكنان أقعده مكان البريمولر، بعدين لازم أطلع اللاترال وأعدل الأسنان وأحتاج أنكورج ويعني دوخة راس، ممكن البيشنت ما يتقبله، يقول أنا ما أريد علاج طويل أريد قصير، فممكن إنه واحد يقلع مثلا هنا اللاترالز ويصفط الأسنان وينتهي الموضوع والأوكلوجن ما يتأثر، هذا أوبشن. تشوفون يعني completely lateral completely block out، يعني buccally or lingually، ممكن buccally or ممكن lingually with good contact between central incisors and canines، هذا option آخر، صارت واضح؟ ننتبه إلى السعيد الأخير بهذا البارت من upper incisors، يقول لك من يكون lateral is completely block out and the canine is inclined distally، شرحناها احنا بالمحاضرة الفاتت، من يكون عند الكناين inclined distally it is preferable to be close the space، يعني الكناين اجيبه باتجاه الميجيال وقاعده وسد الفراغ، زين اللاترال هو موجود بس صار ببلوك اوت خارجي، تمام؟ فمثلا في هاي الحالة ممكن اقلع الكناين اللاترال واجيب الكناين اقعده هنا. تسألوني عن رأيي، أنا ما أقتنع بشكل كلام، لكن هو أوبشن كثير ناس يستخدموها، وكثير ناس يقصرون من وقت العلاج بالتهم إنه يجون يخلعون هذا اللاترال ويجيبون الكنان يقعدوا هنا، طبعا مو بس يقعدوا، لازم يقعدوا وشوية فد يغيرون من الليفل مالته، مثلا شوية تب مالته يقصون، يعدلون الشكل مالته في سبيل إنه لا يأثر على الأستيك of the patient. هاي الاوبشنات اذا معناها يعني الامباكشن مالته هو قليل بس ممكن وارده، يعني ويكون unpredictable unrestorable central incisor
الكونتاكت بين السنترال والكانال نورمال ولاترال بلوك اوت او ديستالي انكلايند او مثلا تب مال الروت مالتك كل صار. طبعا كل ما يكون الروت مال تو ستراكشر يكون باليتالي بوزيشند رايح باليتالي اكثر من اللازم، تمام، حركه الروت هو اصعب من حركه الكراون، فمن اجي اعدل سن والروت مالته هو صاير مور سيفير مال بوزيشن يفضل ان اقلع هذا السن لانه افضل يكون. هاي الحالات القليله اللي ممكن اقدر اشوفها بالابر انسايزرز. ننتبه على اللور انسايزرز، هل ممكن انه اقلع اللور انسايزرز؟ اي نعم ممكن اقلعها، وقلع مالتها ممكن يأثر؟ أي نعم ممكن يأثر أو ممكن ما يأثر حسب الكونديشن. رح ناخد أول شيء هاي الحالات اللي ممكن أقلع بها اللور انسايزرز. انتبهوا، يقول لك إنه مرات يكون عندكم الانسايزرز is completely blocked out. لا تشوفون هذا اللور مثلا هذا اللاترال صار out of the dental arch، ممكن أقلع هذا اللور وصفط بقية الأسنان. أصفط بقية الأسنان، بس أخليها ببالكم في النقطة كلش مهمة، إنه لازم أشوف الريليشن بين الكناين والسن اللي بصفة ويا السنترال. إذا ما يأثر خلاص ما عندي مشكلة، تمام؟ بس ممكن هي واردة إنه ممكن أقلع هذا. ليش؟ لأنه ممكن يكون هو completely صار block out، طالع out of the dental arch، فإنه extraction مالته راح يكون مفيد إلي ويسهل لي من التريتمنت. بدل ما اقلع البريمولر واصحب الكناين واطلع اللاترال، خب اقلع الاثنين اللاترال وهذا ما ياثر. طبعا هذا الشيء وارد اكثر باللور من الابر. ليش؟ لانه باللور استيكلي ما حيكون شيء يبين، بس بالابر ياثر. يعني قبل شويه صور شوفتكم اياها، اللاترال اذا قلعناها ممكن ياثر على الشكل وراح يحتاج الى كونسرفاتيف تريتمنت واضيف كومبوزيت، لكن شويه اذا اتحمل واقلع البريمولر واجيب اللاترال قاعده بالابر ممكن ما استيكلي مور اكسبتبل يكون. لكن هنا باللور تشوفون اذا قلعت هذا اللاترال ممكن ايش حيبين، مو بالمنظر ما حيكون شيء يبين، فممكن يعني هاي احد الحالات. بعد الصورة وراها بقى هذا هنا السنترال انسايزر لور مو بس طالع out of the dental arch، لكن عندي gingival problem. تشوفون من يصير عندي هاي الشكل مشكلة ويصير عندي gingival problem، شو أتوقع من عنده؟ تعرفون شو أتوقع من عنده؟ ما أتوقع يعني إنه هذا السن unrestorable، يعني حتى لو صلحته بالمستقبل حيصير عنده severe gingival problem ويصير بيه mobility واحتاج الاكستراكشن. فخب اذا عندي كراودينج وقدرت احلها، خب من يعني ها هي اخذها من اصرها، اقص اشيل هذا لا سنترال واصلح الكراودينج، ها ممكن اوبشن، تمام. ننتبه على الصوره اللي وراها، نفس الكلام، من يكون عندي انكلاين ديستالي احتاج انه الكناين ارجع كلوز ذا سبيس واللاترال از بلوكت كومبليتلي لينجوالي، تمام، او بليبيالي، فممكن انه اسوي هذا الكونديشن. يقول لك مرات كيسات عندنا مايلد كلاس 3، تشوفون الكناين خاصه يكونون كلاس 1 ريليشن شيب، يعني الابر كناين واللور كناين كلاس 1 بس هو البيشنت كلاس 3. تشوفون هذا الكروس بايت صاير بالانتيرير سيجمنت، تشوفون اللور شلون متقدم على الابر. فيقول لك بدل ما انت تقلع البريمولر وتحرك الكناين حيأثر على الكناين ريليشن، خب واحد يقلع من الانسايزرز ويسوي ريتراكشن لبقية الانسايزرز ويحول الكيس الى كلاس 1. اوبشن وارد، انتو كتنتبهون اقولكم اوبشن وارد وليس انه اجباري، تمام. يعني هاي الكيس من تجيني انا مو معنى احلها بهاي الطريقة، عندي طرق اخرى اقدر احلها بها يعني، لكن هي اوبشن وارد. هاي الكيسات اللي ممكن اقلع بها اللور انسايزرز. ننتبه للسلايد اللي وراء، هاي النقطة الحالة الاخرى قبل ما نروح للسلايد اللي وراه. يقول لك من يكون عندك large size of lower teeth with a normal size upper teeth، يعني عندك discrepancy بال lower arch، تمام، وخلال شفت ال discrepancy يعني عندك crowding بال lower arch وال upper normal، شفت انه lower incisors عندك حجمها اكبر من اللازم، ممكن احد ال options انه شو تسوي extraction of the lower teeth. اوكي يعني زين، حسن انت اكو disadvantages باللور incisors extraction،
انتبه للصورة الأولى. لانا هنا هاي الكيس مسوي extraction of the lower incisors. هي الصورة ما بها شيء، منظرا لطيفة، أكو ناس يتقبلوها. لكن لو ننتبه للميدلاين، تشوفون صار عندي shifting بالميدلاين، يعني ما صار عندي complete fitness، أكو عندي مشكلة صايرة، صح لو لا؟ من يصير عندي مشكلة أو fitness، طبعا احنا حكينا بالمحاضرات الدايجنوسيس، احنا ما نتوقع شنو البيشنت تفكر بيه. يعني اكو بيشنت كلش يدقق، يسموه بيشنت نحس، صح لو لا؟ يعني هشكل بيشنت، اكو واحد بيشنت يقول انا لساني تعدلت خلاص، بعد شو احتاج؟ سويت لور اكستراكشن، ضيعت الانسايزر احسن مما اضيع بريمولر، مو مؤثر على شكلي. اكو واحد شي يقول لا، خط الوسط عندي تغير، يعني ما يعجبني شكل الوضعيه، ليش قلعت لي؟ خب شو تقلع لي من ورا؟ شنو يعني؟ إذن الـ patient option هم يأثر، تمام؟ بس أرجع وأقول إنه ممكن يأثر لك على الأستيك أو يأثر لك على السيمتري على fitness of the upper and lower dental arch، تمام؟ طبعاً مو بس الـ midline، يعني ممكن حتى الكناين، بعد هنا الكناين يشوفون الكناين relation، هنا صاير non position مالته وهذا lower canine، كأنه صار عندي class 3 canine relationship. فإذا من مرات تسوي extraction من lower arch ممكن يصير عندك poor fitness. الصورة وراها واضحة، كل ما تقلع، وحجناها احنا بالسيرال اكستراكشن، من نقلع باللوار راح نشوف الاسنان يصير بها retrocination، واتوقع من يصير عندي retrocination بشوفون هاي الصورة صار بها deep bite. اذا deep bite cases هي cases اللي يكون بها very very يعني contraindicated case for extraction in lower incisors. يعني من يجي لك patient هو عنده deep bite، دير بالكم تسوي له extraction من lower incisors ما ممكن، حتى لو كان عندك severe crowding، لأنه deep bite شو حيصير عندك؟ يرجع الأسنان more posteriorly، لأنه حيسوي retrocognition ويزيد الطين بلة، تمام؟ صورة الواضحة بقى هاي، سوينا extraction باللور، بيت عندي crowding بالأبر. عادة من سوون extraction احنا شو حيصير عندك؟ رح يصير reduction، يعني تقل عندك نسبة الأسنان، reduction بالtooth material، يعني الماتيريال مع الأسنان تقل، صح لا لا؟ فشو حيصير؟ intercanine width رح تقل أيضا، يعني العرض مع dental arch مع اللور رح تقل، وبالتالي رح يبين عندك الأبر arch wider، وبالتالي ممكن يأثر على alignment of the upper arch ويصير بيها crowding. شوفوا هنا lateral صار بيها crowding نتيجة دخول أو reduction أو decrease بالintercanine width of the lower dental teeth. صارت واضحة؟ بقى هنا يعني يقول لك إنه مرات، يعني مرات anterior discrepancy يعني هنا مثلا تشوفون الكنان طالع out of the dental arch، اجي اقلع لي النان اللاترال انا متعدله، ما ممكن. تشوفون الكونتاكت شكد حلو قاعد بالانتيرير سيجمنت، يعني الانتيرير سيجمنت نورمال، انا اجي اقلع الكنان الانسايزرز، ما ممكن اقلعها، ما ممكن، يعني فشي يكون اب نورمال، تمام؟ بقى هنا يقول لك من يكون، يعني تذكرون بالنقاط اللي حشيناها باللور انسايزرز، انه مرات الابر نورمال سايز تيث بس اللور لارج سايز وعندك كراودينج، فممكن انه اكستراكشن يصير باللور انسايزرز. العكس صحيح، يعني من يكون عندك لارج انسايزرز ابر واللور نورمال سايز او سمول سايز وعندك كراودينج، دير بالكم تطلعوا من اللور، ما ممكن. صارت واضحه؟ إذن هاي إذن الديسادفانتج أو الكونترا انديكيشنز اللي ممكن أشوفها باللور انسايزرز اكستراكشن. يعني ننتبه من كلامنا هسه بالانسايزرز، إن الاكستراكشن بالانسايزرز very rare، يعني unrestorable أو very impaction مالته يعني unpredictable، أو مثلا يقول لك الانسايزرز خاصة باللور block out completely، طالع out of the dental arch والأسنان هي مصفطة روحها، فبس تسوي extraction يكون، يعني هي مختصر كلام الاكستراكشن بالانسايزرز نادرا إلا حالة تضطر. يعني احنا اني بحياتي العملية
كيسين بس صار عندي extraction of lower incisors. lower هم مو upper. lower وليس upper. كيس واحدة كانت يعني lateral وكيس كانت central. والسبب إنه الأبر كان normal arch بس اللور crowding والكلانات normal ال crowding صار فقط بالfour incisors. واحدة من الإنسايزرز كانت out of the dental arch. وأرجع أقول لكم مو كلش صارت complete fitness بال appearance of the teeth. تمام؟ زين ننتبه على الصعيد الوراء. canine هل من الممكن إنه أسوي extraction of canine in ortho؟ أخلي خطين جوا الأورثو لأنه إحنا مو oral surgery, ortho قنحجي. هل ممكن الكينينز ممكن أسوي extraction الكينينز في حالة الأورثونتك تريتمنت؟ أقول لكم كلام إنه permanent canines are important teeth, يعتبر هو عمود الدنتال arch, العمود اللي يرتكز عليه اللي هو صار بالكورنرز يأثر على facial appearance. فكلش الاكستراكشن مالته not frequently, يعني ما ممكن يعني not frequently extracted كبارت من orthodontic treatment, لأن الاكستراكشن مالته أتوقع راح يصير عندي flattening of the face, الفيس اللي بيصير flattening هذا ال 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 العمود من يشيلون من المكان أكيد راح يكون المكان ضعيف facial flattening of face يأثر على facial balance حتى على facial expression, لأنه هو رح ينطيني في التركيز خاصة هذا ال canine eminence بالزاوية ما dental arch يأثر. لكن ممكن عندك حالات معينة ممكن نضطر إنه نقلع ال canine, بس هو ال extraction مال canine يعني فد مرة نادر, فد مرة أكثر من incisors بعد. تمام؟ مثلاً بقى هنا أنا الكناين هنا أنا ممكن إنه عندك ال alignment of teeth ال upper arch normal, هناك ال alignment of teeth بين ال incisors وال premolars قعدت والكناين صار completely out of the dental arch أو difficult to be treated mal positioned. يعني أنا كيس وحدة كناين lower كناين أنا قارعة عندي كيس, سببها شنو كان؟ إنه عندي crowding اللور arch completely aligned بس الكناين من وحدة طالع out of the dental arch completely, طالع السن كليا خارج dental arch. فاضطرينا لهذا السبب اضطرينا انه نطلع الكناين لانه الفتنس بين upper arch واللور arch كان جدا normal بس الكناين اللور كان out of the dental arch completely out يعني, فكان قلع اللور كناين هو الحل لهذا الكونديشن. تمام؟ ننتبه على السلايد الوراء. مثلا عندكم هنا impacted lower canine, تشوفون هذا الامباكشن horizontal والموقع مالته تشوفون هو مال right side جاي قاعد على left side, very difficult البوزيشن مالته يحتاج لتريتمنت كلش قوية حيأثر على dental arch, فممكن نقلع هذا lower canine, ممكن, ارجع اقول ممكن هو ليس اجباري, ممكن. ننتبه على هاي الصورة الثالثة مع الـ upper canine البوزيشن مالته ايضا impacted والبوزيشن مالته مو كلش حلو قاعد على central incisors, ايضا ممكن اقلع هذا الكونديشن. انا بالنسبة لي في جميع الحالات انا الكنان ما اقلعه, يعني هشكل حالات الـ impaction خاصة مع الكنان اطلعه حتى وان كان انه التريتمنت مالته طويل ويأثر ويحتاج وقت انه اعدله, بس اقلعه ما اقلعه يعني. زين بقى هاي الكيس هدانا يقول لك هنا جانا patient good alignment بالupper arch تمام, لكن الكنينات صار out of the dental arch تمام, والpatient refuse the orthodontic treatment, فاضطر انه الطبيب انه يقلع ال two canines. قلت لكم هو option ممكن, يعني تشوفون هنا central lateral جاي وراها four والalignment مالته كلش حلو, الكونتاكت بين الصاير بين اللاترال والفور كلش حلو, ما كأنه اكو فد ديفكت بالموضوع, لكن بمجرد ما نقلع الكناين الامنس مال الكناين راح يأثر على الفيشال بري ابييرنس. يعني اكو اطباء يكونوا مقتنعين فيقلعون, انا بالنسبه لي شويه صعب اقتنع هذا الموضوع, بس هو اوبشن ووارد. تمام؟ اذا صار انه الاكستراكشن اوف ذا كناين اكثر من الانسايزرز انه الرياري كلش قليل, اقل من الانسايزرز. راح نبلش بالسايد
First premolar, أكيد ال most commonly extracted teeth as a part of orthodontic therapy هو ال first premolar. طبعاً عنده أسباب. ليش اختاروا البريمولر أكثر الأسباب إنه هذا؟ أول سبب إنه هو البوزيشن مالته صاير بالcenter of the dental arch. يعني شو معنى center of the dental arch؟ يعني صاير بالمنتصف. من أجل أقلع هذا البريمولر ممكن أحل الكراودينج اللي صاير بالانتيرير، وممكن أحل الكراودينج اللي صاير عندي وين بالبوستيرير. أحل مشكلة الكراودينج صاير بالانتيرير، وممكن أحل مشكلة الكراودينج اللي صاير عندي بالبوستيرير، يعني بالمنتصف. يعني إذا عندي كراودينج بالانتيرير البريمولر ما قلعته حليت المشكلة، وإذا عندي بالبوستيرير هم ممكن أحل المشكلة مالته. إذا هو هاي النقطة الرئيسية اللي خلى الفيرست بريمولر هو الايديال توث تو بي اكستراكتد ان اورثودونتيك تريتمنت ثيرابي. ليش؟ لأنه الموقع مالته هو موقع صاير بالسنتر اوف ذا سنتر of the dental arch. ننتبه للسلايد اللي وراء. الكونتاكت بين الكناين وال لا العفو قصدي انه البوكال ريليشن شيب بين البوستيرير تيث. الفور الـ 5 الـ 5 الـ 6 to 6 كتشوفون الأوكلوجن كده مرتب هنا. من أجي أقلع البريمولر بالبايماكس كيسز الأسنان المتقدمة لي قدام، تمام؟ قلع البريمولر راح يحافظ على الـ vertical والبوكال relationship مع posterior teeth. يعني شلون يحافظ عليها؟ يعني من أقلع أي سن ثاني الفتنس ما تتوالم يعني بين الأبر آرش والدينتال آرش، لكن من أنا قلعت البريمولر تشوفون النتيجة ورا ما رجعت الكناين كأنه حافظ على نفس الريليشنشيب بين بالأوكلوجين، يعني التناسق الانتركاسبيشن بين الأبر آرش بين الأبر واللور راح تبقى نفسها ما تتغير بقلع البريمولر، لهذا يخلوه أنه هو الفيرست تشويس أوف إكستراكشن. بعد الوراء من أجي أجيب الكناين أخلي كونتاكت ويا الفايف، هي نفس الكونتاكت اللي كأنه بين الكناين والفور، فإذا الكونتاكت بيناتهم very nice، فلهذا ما حيأثر على إذا سويت extraction للبريمولر مع الفور على الكونتاكت وعلى الأبيرنس أو الأستاتيك of the dental arch. تمام. اكو فد نقطه مهمه اقول لكم اياها، يمتى اسوي الاكستراكشن اوف ذا بريمولر باعتباره هو السن المرشح الاقوى بالاورثودونتيك تريتمنت؟ هل اسوي الاكستراكشن اثناء التريتمنت، بعد التريتمنت، او قبل التريتمنت؟ اعطيكم اياها نصيحه. انا صارت بي تقريبا اول بيشنت بحياتي اشتغلته صار عنده مشكله، سويت الاكستراكشن قبل ما ابلش التريتمنت وخليت لاول جزء من الفيكس ابلاينس وراها، البيشنت ما تقبل الابلاينس والبيشنت راح والاكستراكشن صاير بحلقه ورفض عادي قبل انه صار اكستراكشن بحلقه، هو قبل بالنتيجه. يعني شو اتوقع؟ توقعت انه الخطا صار من عندي. خطأي ليش؟ إنه أنا استعجلت بالإكستراكشن بدون ما أشوف قابلية البيشنت لتحمل الأورثودونتيك أبلاينس. إذن أنا أفضل الإكستراكشن يكون تمام، يكون after fixation of the fixed appliance أو الأورثودونتيك أبلاينس، تمام؟ ونضمن الكوبريشن مع البيشنت يلا أسوي الإكستراكشن. لكن أكو دراسات تقول هو ما يأثر، لكن الحد الأقصى لازم 3 weeks before appliance، يعني الحد الأقصى قبل التريتمنت 3 weeks، مو نقلعها قبل 6 شهور وبعدين نخلي الأبلاينس، لا معناها السبيس مالته راح يروح. فالإكستراكشن التايمينج فور إكستراكشن مع الفيرست بريمولر لازم يكون أقل حد ممكن أو أكثر حد ما تتجاوزه هو 3 weeks قبل ما نبلش التريتمنت، ولا حيصير عندي ميجريشن. لكن اكو حالات معينه بقى هنا، هاي الصوره خليت لكم اياها. هاي الصوره عندي الفور موجود، تشوفون الفيكس ابلاينس موجود بحق البيشنت، لكن الفايف يريد يطلع ما يقدر يطلع، تمام؟ هنا الاكستراكشن اوف بريمولر، تمام؟
اثنين اكستراكشن اوف بريمولر بيفور ذا ايربشن اوف 5 صار، يعني مو كل الاسعار لازم تطلع يلا اسوي اكستراكشن بريمولر، ممكن هاي الحاله اسوي اكستراكشن اوف على مود allow اللور 5 to be erupted. انا سويت الاكستراكشن اوف 4 على مود اخلي ال5 تطلع بمكانها براحتها، مو معناها لازم انتظر. طبعا الفور ايضا كان احد الخطوات اللي شرحناها بالسيريال اكستراكشن، انه ممكن اسوي اكستراكشن، نهايه الاكستراكشن او خطوه الاكستراكشن مال سيريال اكستراكشن هي كانت الاكستراكشن اوف ذا فور. ايضا ممكن استخدم الفيرست بريمولر از ا بارت اوف اكستراكشن ان ذا سيريال اكستراكشن، يعني از ا بارت اوف ا سيريال اكستراكشن بروسيجر. صارت واضحه اذا، يعني شفتوا خلال شرحنا لحد الآن إنه الإنسايزرز رير الإكستراكشن مالتها، الكنان بعد أكثر رير، لكن البريمولر هو الفيرست تشويس أوف إكستراكشن إن ذا أورثودونتيك تريتمنت، لأنه موقع مالته صاير سنتر، يحافظ على البوكا ريليشن شيب، الكونتاكت بين الكنان والفويف إز فيري نايس، فما يأثر على الأبيرنس، تمام؟ والإكستراكشن مالته يعتبر من الكيسات الحالات اللي أكثر استقمالا بالأورثودونتيك تريتمنت. تمام، نجي هسه السكند بريمولر. هل يعتبر السكند بريمولر اكستراكشن مالته ايضا مثل الفيرست بريمولر؟ ارجع واقول الفيرست بريمولر هو الفيرست تشويس، لكن مرات ممكن يكون عندي السكند بريمولر ايضا ممكن السكند بريمولر اسوي اكستراكشن، والكيسات التابعه للاكستراكشن مال السكند بريمولر انتبه للصور الآتية. بعو هاي البيشنت صار عندها دش فيس، تشوفون هذا الدش فيس، صار عندها ريتروكينيشن بالبروفايل كله. مرات يصير عندكم الكراودينج، إذا نقلع البريمولر الفيرست بريمولر الفور يعني من نجي نقلعه، راح نشوف إنه كمية الريتراكشن حتصير أكثر من اللازم، وإذا صارت كمية الإكستراكشن أكثر من اللازم، وبالنتيجة راح يتأثر على البروفايل أوف ذا بيشنت. على مود أحافظ على النورمال أوف بروفايل أوف بيشنت، لازم أروح أكثر بوستيريري عند حل مشكلة الكراودينج. شلون أروح بوستيريري معناها؟ معناها أروح على البوستيريري، يعني أكثر، يعني مو ارجع على البريمولر فيرست، ممكن اروح على سكند بريمولر. يعني مرات على مود احافظ على البروفايل اوف بيشنت، عم بيصير عندي هذا النتيجه اللي هي ديش فيس، افضل انه اروح مور بوستيريري، اقلع الفايف، لانه تاثيره على الريتراكشن حيكون اقل. خلوها قاعده لكم هاي نقطه كلش مهمه، راح ننتبهون بالاكستراكشن. كل ما اروح مور بوستيريري، يعني اقلع 4، لا خلي اقلع 5، لا خلي اقلع 6، معناها كمية الحل، المشكلة الحلول بالانتيرير حتكون أقل. يعني إذا عندي سيفير كراودينج بالانتيرير وأجي أقلع السكس، إلى أن أوفر الفراغ على مود أحل مشكلة الكراودينج اللي صار بالانتيرير راح أضيع، تمام؟ لكن كل ما يكون عندي الكراودينج بالبوستيرير وأقلع من البوستيرير، أتوقع إنه الحل ما راح يكون أحسن. إذن خلوها ببالكم، كل ما يكون عندي crowding anteriorly يفضل انه اقلع البريمولر الفيرست بريمولر، تمام؟ كل ما يكون درجة الكراودينج اقل بالانتيرير، يعني يكون درجة اقل لكن posterior اكثر، اروح ابعد احصل على نتائج احسن، تمام؟ اذا second premolar على مود احافظ على profile of patient، ممكن اقلع هنا بهاي الكيس بدل ما اقلع الفيرست بريمولر ممكن اقلع second premolar. ننتبه على هذا البوزيشن، يعني مثلا هذا الكيس هنا صح هو عندي anterior spacing بس عندي crowding بالposterior segment، تشوفون الفايفات اثنيناتهم طالعين out of the dental arch، يعني اجي اقرا الفور؟ اكيد لا، لانه الفور البوزيشن مالته وتعديل البريمولر هنا اسهل من تعديل الفايف، صح لو لا؟ فاذا اقرا الفايف هنا احسن مما اقرا الفور، هاي second option. بقى هنا من يكون عندي الفايف unrestorable وانتو تحتاجون extraction of premolar، صح هو ال4 هي ال most indicated case for extraction، مو؟ يعني مثلا هنا أنا عندي crowding مفروض اقرا البريمولر الفيرست بريمولر، لكن ال5 بقى وضعيته بقى الروت شقد باقي من عنده، قد تلاحظون بالاكس راي؟ اذا unrestorable، اذا معناها اقرا ال5 is more better than extraction of 4، تمام؟
بالأوبن بايت كيسز بقى 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 بقى. أكو قاعدة تقول حسب الدراسات إنه ما كل ما أقلق من البوستيريور تيث راح يزيد البايت degree of the bite بالvertical dimension. يعني عشان يزيد البايت ال degree of bite vertical dimension يعني يسوي deep bite. تمام؟ فمن ينشيلك open bite أحد الأوبشنز راح نشرحها بمحاضرة الأوبن بايت. أحد الأوبشنز مال treating of open bite هي الإكستراكشن. Extraction of posterior teeth to make the bite is more deep. يعني على متسد الفتحة. فمن عندك open bite يفضل إنه تقلع الـ5 على الـ4 على مزيد الديب. كل ما تروح posteriorي كل ما كمية deepness of bite أكثر. خلوها ببالكم هاي النقطة. يعني حتشوفون optional مثلا تقلعون second molar 7. ليش؟ لأنه يسد الopen bite. هاي أحد الأوبشنز. تمام؟ إذن ممكن إنه نقلع الposterior teeth. من نقلع الposterior teeth رح يزيد depth of the bite وبالتالي رح تكون محل لمشكلة الopen bite بالanterior segment. تمام؟ ها قاعدة أخذوها. إذا عندكم open bite مو معناها دائما open bite أحلها إنه extraction. لا، أنا مو هذا قصدي بالكلام. قصدي إحدى الأوبشنز of treatment الopen bite إذا كان الأوبشن خلاص قررنا هو extraction حسب الكيس، لأنه راح نشرحها بالopen bite. مو دائما يكون open bite cases هو extraction، لكن مرات ممكن يكون extraction. إذا قررنا extraction فالextraction لازم يكون من posterior segment، والposterior يعني قصدي مو first premolar، يفضل second premolar، لأنه second premolar تنطيك depth of bite more than الفيرست بريمولر. تمام؟ هاي الاوبشنز اللي ممكن اواجهها بالاكستراكشن اوف سكند بريمولر. كتنتبهون يعني هي مجرد كيسات والحلول مالتها اوبشنز، يعني ممكن انه انت تحلها بهذا الاوبشنز، بس هي كيسات واجهة. يعني مثلا سكند بريمولر صار فيرست بريمولر هي الاكثر شائع بالاكستراكشن مقارنة بين الكيان والانسايزرز. تمام؟ وحتى من السكند بريمولر. بالسكند بريمولر يعني ملخص الكلام انتبهنا، من يكون any tooth unrestorable وتحتاج extraction يفضل unrestorable tooth، يعني unrestorable 5. تمام؟ شفتوا مثلا الصورة قبلها انه الفايف طالع out of the dental arch، يفضل انه اقلعه لانه هو صار out of the dental arch. تمام؟ وقلت لكم بالopen bite يفضل انه نختار الاسنان most posterior اذا كان option of treatment is extraction على مود يسوي deepening للبايت ويحل مشكلة الopen bite anteriorly. تمام؟ خلصنا من premolars, canines and incisors. عرفنا الانسايزرز بيا رير خاصة الأبر، اللور بيا أوبشنز بس بسيطة بس بيا ديس أدفانتج أيضا. الكنان كلش رير بس همين أكو كيسات إنديكيتد، هم أقول انتبهوا هم أكو إنديكيسز. الفرست بريمولر هو الأكثر والسكند بريمولر حسب الكونديشن مالتنا. نجي للمولر. المولر يعتبر الكورنستون أوف دينتيشن، يعني حجر الأساس للدينتيشن. من يكون عندك حجر أساس أو الأساس مال بناء مالتك تجي تشيله، إذا شلته شي يصير؟ حيصير عندك كارثة. إذا الإكستراكشن of first molar is sometimes is avoided، مو sometimes is all the time is avoided. نحاول أن نمنع الإكستراكشن لأنه قلعة ما بفائدة، بمضرة أكثر من فائدة. شنو هي الأسباب اللي يخليك إنه ما تسوي إكستراكشن of the first مولر؟ بأول صورة. طبعا هاي أكثر شيء أنا أشوفها، لأنه أغلبية الناس يكون عندهم الإكستراكشن of first molar كلش واردة. إكستراكشن ليس للأورثودونتيك تريتمنت، إكستراكشن for another reason. مثلا صار عنده bad oral hygiene، راح للمركز الصحي، الطبيبة جتي تروب شالته. ليش؟ عبالها لبني، لأنه هو the first tooth to be erupted inside the oral cavity، فلهذا يقلعوه. عبالهم إيه؟ لا، هو 6 أول سن يطلع فلازم نحافظ عليه، مو أجي أقلعه. أو لأنه هو أول سن ينطلع فممكن الكاريز بي أكثر من بقية الأسنان يتعرض للكاريز، وبالتالي راح يصير unrestorable فنضطر واحد يقلعه. بقى هاي الصورة رقم 1، هي طبعا نفس الصورة راح تشوفوها عدة آثار عدها. هاي الصورة رقم 1 راح تشوفون من سوينا extraction للسكس for a long period of time صار عندي هنا، صار عندي distal
and medial tipping of the adjacent teeth. بقى ال 5 شلون صار بيها distal tipping، بقى ال 7 شلون صار بيها tipping. شوفوا هاي triangular area اللي هي تسوي gingival problem بهذا المكان بسبب ال extraction of the 6. إذا ال extraction of 6 لازم أحاول أمنعه، أحافظ عليه. تمام؟ بقى الصورة وراها نفس الصورة، بقى ال contact اللي يصير بين ال 5 وال 7 poor contact، ما حلو. يعني قبل شوي احنا بالانسايزرز بنشوفنا الكونتاكت بين الانسايزر وبين البريمولر كان النتيجة احلى، يعني من جينا نقلع الكناين ماكو مشكلة، او من جيت قلعت اللاترال والسنترال والكناين قاعدين كلش حلو ما كان عندي مشكلة. بس هنا الفايف ما ممكن يقعد ويا السفن الا بوجود السكس، فاذا الاكس يعتبر بالفعل هو الكورنستون اندنتيشن، فلهذا we are avoided to extract the 6. الماستيكيشن is affected لانه حيأثر، تشوفون ماكو كونتاكت يصير بين الابر واللور ارش in a comfortable position، لانه الاسنان كلها تميل عبالك فتأثر على الماستيكيشن ايضا. تمام؟ بقى هنا يعني مو معناها خلاص ماكو اكستراكشن، لا ممكن اكستراكشن هنا صار، مثلا هاي الكيس احتاج انه اكستراكشن اوف ذا 6. بقى هنا ايش عندي؟ عندي هنا الكناين هذا 4، بقى ال 5 كلوزد باي 6 تشوفون، وال 6 باي صاير بي في امباكشن اللي هو فيري رير بس ممكن وارده، شوفوا على هاي الكيس موجوده رير صاير بي امباكشن. هذا الامباكشن شنو هنا صاير؟ هوريزونتالي تشوفون بشكل عمودي افقي عفوا، بحيث ضغط الفايف والفايف ما يقدر يطلع بمكانه. في الاكستراكشن اوف ذا 6 تمام is preferable in this case to allow the premolar to be يعني erupted in normal condition او unrestorable 6 وعندكم crowding يعني ممكن. انا بالنسبه لي اشوفه انه is need to be avoided، مو كل شيء يعجبني اسوي له اكستراكشن. تمام؟ لكن مرات قلت لكم الحالة تجبرك يعني تقلع، مثلا هاي الكيس بدل ما انه اعدل ال 6 انا بالنسبة لي ممكن اعدله، بس التايم خليها اخبالكم يعني انه ممكن انا نعدل ال 6 ونرجع نحل مشكلة ال 5 يصير بي اربشن سبونتينيوسلي، لكن تايم هذا كله يعتبر تايم للبيشنت، ممكن يتقبل البيشنت او ممكن ما يتقبله. تمام؟ إذن the first molar is need to be avoided, avoid extraction of first premolar لأنه it is a very important tooth and يعتبر the cornerstone الحجر الأساس بالdentition، فلهذا يعتبر أن الاكستراكشن ما راح يأثر على الدنتال آر جميعا. لكن أيضا أكو كيسات ممكن أسوي الاكستراكشن، قلت لكم مثل unrestorable ممكن impaction أو ممكن يأثر لي على بقية الأسنان. زين في حالة لو، في حالة لو انتبهوا، في حالة لو انه صار عندي قرار انه لازم اسوي extraction لل 6، التايم فور extraction انتبهوا على التايم فور extraction، هل لازم معناها انتظر ال 7 يطلع او ما لازم انتظر ال 7 يطلع، او انتظر complete root formation والاسنان كلها تصير permanent dentition يلا اسوي extraction؟ هذا القرار مالته يتوقف على عدة نقاط. ننتبه إلى صورة رقم واحد. طب إذا crowding ما عندي crowding أو ما عندي anterior crowding، والcrowding صار وين صار؟ بالposterior. طب والمؤشر مالي anterior normal الposterior crowding تمام، لازم أحل الcrowding والsix قررت إنه أقلعه لعدة أسباب، ممكن يكون unrestorable أو whatever the condition ما عندي علاقة، هسه ما نرجع إلى الأسباب. إذا أريد أحل مشكلة الكراودينج بالبوستيريور والقرار اللي توصلت إليه إنه هو لازم extraction of the 6، يفضل إنه extraction of the 6 before eruption of the 7. طب إذا كان عندي ما عندي كراودينج أو ما عندي anterior crowding وعندي crowding بس بالبوستيريور وقراري تبو قرار اللي توصلته حسب ال condition of the case إنه extraction of the 6، the time for extraction ما 6 لازم يكون before the eruption of the 7، كلش مهمة. تمام؟ crowding is absent
or is in the premolar segment. المولر is removed before second molar erupt. ليش؟ ليش؟ على مود نساعد السفن يصير بيها normal drifting مكان ال 6. بعد الصورة وراها بعد قراري إذن رح يصير extraction 6 والcrowding صار بالposterior segment. ماكو عندي crowding بالinterior segment. قررت إنه أقلع السكسات، أقلع قبل ما يصير eruption مع 7. على مود بعد الصورة وراها السفن رح تتحرك بعدين تيجي تقعد مكان السكس وتحل عندي المشكلة. تمام؟ إذا عندي crowding بالposterior segment وقلعت السكسات، لازم القلع يكون قبل الإرابشن مال 7 على مود 7 يصير بها migration مكان السكس ويصير بها normal eruption وما أحتاج إلى orthodontic treatment. تمام؟ صارت واضحة؟ زين. إذا كان القراري مال extraction، ننتبه على السلايد اللي وراء، الصورة اللي وراها العفو، نفس الصورة قبل شوية. إذا عندي قرار الإكستراكشن هو الفيرست مولر، تمام؟ والكراودينج بالإنتيرير، يعني أحتاج الفراغ، أحتاجه على مود أصلح الكراودينج وين؟ بالإنتيرير سيجمنت. هل نفس الخطوة لازم أقلع السكس قبل ما يصير إرابشن للسفن؟ طبعاً لا، لازم أخلي 7 يصير كومبليت إرابشن على مود ورا ما يصير إرابشن للسفن ألزمه، ألزمه بالأبلاينس وأجيب الأسنان الأمامية اللي عندها كراودينج صاير أرجعها لورا وأحل المشكلة. تمام؟ شوفوا أبقي 7 أقلع 6 وراها ورا ما يصير إرابشن للسفن ولبس أبلاينس وأدفع الأسنان مور بوستيريري وأحل المشكلة. مقصد كلامي شنو؟ إذا يعني في إحنا قلنا الإكستراكشن مال 6 is avoided لأنه cornerstone of the dentition، مهم يأثر إذا قلعته، لكن مرات ممكن يعني يكون عندي مضطرة إنه أقلع السكس. في حالة لو قررت إنه أقلع السكس، التايم فور إكستراكشن، هذا إعادة طبعاً، التايم فور إكستراكشن يتوقف على الكونديشن أوف ذا كراودينج. إذا عندي كراودينج بالإنتيريور سيجمنت، أرجع وأقول إذا عندي crowding بالinterior segment لازم أنتظر السفن يصير بإرابشن وألزم السفن، يلا أحرك أسوي الإكستراكشن وبعدين أحرك الأسنان. لكن إذا عندي crowding بالposterior segment، وين؟ بالposterior، أقلع السكس قبل ما يصير إرابشن للسفن على مود السفن يجي يقعد مكان السكس وتنحل المشكلة. يعني بالانتيرير سيجمنت لازم السفن يطلع على مود لا يصير بي درفتنج. يعني انا ليش اقلع السكس بالكراودينج بالانتيرير؟ انا احل مشكله الكراودينج بالانتيرير، فمن الطبيعي انه اخلي الرابشن يصير للسفن والزم السفن يلا اسوي الاكستراكشن. تمام؟ لكن اذا عندي كراودينج بالبوستيرير، يعني بصير منطقه البريمولرز، بمجرد ما اقلع السكس أسرع ما يمكن البريمولس راح تتحرر تقعد بمكانها براحتها، بقية الفراغ أحتاج السفن يصير بيه درفت. فبدل ما أنتظر السفن وأجي ألبس أبلاينس، السفن نورمال يصير بيه شيفتينج لأنه صار الإكستراكشن before the eruption of the seven. إن شاء الله تكون واضحة، دققوها، اسمعوها أكثر من مرة، صدقوني راح تفهموها لأنه هي كل سهلة مو صعبة أبدا. تمام؟ extraction of the second molar. خلصنا من الفيرست، هسه راح نبلش بالسكند. هل يا ترى السكند مولر هو extraction يصير؟ بما انه البوزيشن مال سكند مولر 7 يعني صاير بي اند اوف ذا دينتال ارش، لهذا يعني اتوقع انه بي فائده الاكستراكشن. اني اشوفه برايي غير، يعني اني ولا يوم في حياتي جتني كيس قلعت بي 7 ابدا، بس ممكن، يعني ارجع واقول ممكن، يعني انت انتبهتوا قلت لكم الكيان ما قلعت بس ممكن، السكس ما نقلع بس ممكن، يعني اكو كيسات تحتمل انه تجبرك انه تقلع. بس شوفوا الفيرست مولر بريمولر او سكند بريمولر اكثر وارد انه كيساته نادره، تفهمون شلون؟ يعني بقيه الاسنان اكثر يكون الاكستراكشن مالتها استخدامها الا لكيسز، انديكيتد كيسز، تفهمون شلون؟
فإذا لأنه البوزيشن مال سكند مولر هاي نقطة مهمة لازم نعرفها إنه end of the dental arch، لهذا يعني يكون side of crowding بعيد عنه، فما حيكون relief للcrowding ما بفائدة، فلهذا يكون rear extraction. لكن أكو حالات معينة، خلينا نشوف extraction of lower second molar، lower second molar وليس 7 يعني وليس الأبر، lower 7 الكيسات مالته ننتبه للصورة. بعدنا شو نشوف؟ أشوف إنه هنا عندي هذا الفور، الفايف محصور حصر ومغطي عليه السكس، وهنا السفن. هنا أنا أقرأ السفن، ليش؟ يقول لك هنا من تقلع السفن راح يصير عندك أبلاينس يسوي ديستلايزيشن للسكس، راح يصير allowed to erupt الفايف. واحد يجي يقول خب أنا أكو حلها بسيط، خب أقرأ الفايف وأختصرها. تشوفون الدريفتنج اللي صاير او الانكلينيشن اللي صاير بالسكس بمجرد ما اقرا الفايف، والسيرجيكال بروسيجر مال ريموفال الفايف هنا حيكون صعب كلش، السيرجن حيعاني صعوبه كلش هوايه، تمام؟ راح يبقى هذا الفراغ مالته، تمام؟ هذا المثلث الفراغ حيبقى فراغ، راح يسوي لي عندي بوكيت، راح يصير عندي مشكله بالبريدنتال كونديشن. فلهذا افضل انه اقلع 7 وال6 كذلك الاكستراكشن مالته صعب، يحتاج الى سيرجيكال اكستراكشن، لكن 7 اسهل، وراها احرك ال6 مكان 7 يلا يطلع ال5. بعد الصوره اللي وراها واضحه صارت، بعد شلون حلو صارت، قلعت ال7 شوفوا ال6 عدلناها، ال5 طلعت بها بالنورمال ايربشن. وهذا يعني احد الاوبشنز اللي ممكن او احد الكيسات اللي انديكيتد فور اكستراكشن اوف لوور سكند مولر. الايت شوف هنا السفن معترض طريق الايت، فيفضل انه اقلع السفن على مود يصير نورمال ايربشن للايت، والا بعدين راح احتاج الى سيرجيكال ريموفال للايت، سيرجيكال بروسيجر. ليش؟ بس هذا الكونديشن اقرر انه اقلع السفن من يكون الايت مالتنا اما ابرايت يعني عدله أو إنكلاين 30 درجة، لأنه إذا أكثر من 30 درجة أتوقع بأن هذا الأيت راح يصير بي إمباكشن. خلوها ببالكم، إذا درجة الإنكلينيشن of the أيت more than 30 degree، تمام؟ أتوقع راح يصير بي إمباكشن، وإذا صار بي إمباكشن وأنا جات قلعت السفن معناها راح يصير عندي كارثة، راح يصير عندي فراغ كبير، السفن مقلوع والأيت إمباكتد، difficult of treatment of the impacted teeth، يعني تجي اخلي اطلع الايت بالاورثودونتيك تريتمنت، فشي كلش صعب وكلش مزعج ونتائجه مو مضمونه، تمام؟ فذلك يفضل اقلع السفن في حال اذا عندي tooth الايت to relieve the mandibular third molar impaction، تمام؟ شلون؟ اذا كان upright او اذا كان inclined 30 degree not more than 30 degree. Unfavorable condition بعد هنا الايت هنا قاعد فوق السفن، وعملية تعديل الايت اسهل من عملية تعديل السفن، يعني مجرد ما اعدل الايت ممكن اطلع السفن واجي اقعد الايت مكان السفن، then هنا impacted of the seven is more readily to be remove lower seven more than الايت، تمام؟ او نشوف هذا الكونديشن ايضا يعني يفضل الopen bite cases. ايش قلت لكم اني؟ كل ما يكون عندي open bite يفضل انه extraction من posterior segment ك option of the treatment in order to deepening the bite على منسد مشكلة ال open bite. صارت واضحة يعني اكيد او unrestorable هم ممكن احد الاسباب، يعني اذا صارت واضحة ال lower second molars ال extraction مالتها rare بس ممكن، تمام؟ ممكن في حال أنا بدي أوفر فراغ للفايف أو أوفر فراغ للأيت حسب الكونديشن مالتي أو بالأوبن بايت كيسز. تشوفون يعني حالات هي نادرة بس ممكن إنه أحتاج للإكستراكشن للسمن. الأبر سكند مولر، الأبر سكند مولر أيضا ممكن أحتاج أسوي لي
extraction of the upper 7 واسوي distillation. هذا الجهاز هو distillizer، ها مهمة ترى، هذا الجهاز دائما يجيكم بالامتحان العملي. distillizer تشوفون عبارة عن complicated case، هذا السكرو هنا، هنا أنا مخلي attachment على interior segment. هاي أسنان كلها راح ترجع لي ورا، بمجرد ما احتاج ترجع لي ورا احتاج فراغ، والفراغ يصير يجي عن طريق ال extraction of 7، خاصة إذا عندي missing of 8 فأسوي extraction أحل مشكلة الريليف crowding اللي تصير بالانتيرير سيجمنت. أو مثلا impacted 5 شو ما قد شرحنا باللور، أو قد تشوفون هنا impacted 8 وشوف ال 8 هنا شو ما شوفتكم هذيك الصورة باللور الانكلينيشن مالتها 30 درجة، هنا ال 8 أصلا upright قد تشوفون عدلة، يعني في ال 7 من الطلعة راح يطلع extra، يعني يصير complete transformation ال 8 يجي رساني يجي يقعد مكان 7 وما أحتاج إلى أي surgical procedure لل 8 بعدين، تمام؟ بعد هنا ال 7 مأذي 6 يسوي resorption، هو أصلا ما صار بإرابشن فممكن إنه أقلعه، أحد ال options، تمام؟ unrestorable همين، ها ممكن أحد ال options، وأحتاج أنا relief crowding صح، راح يضيع وقتي واحتاج الى وقت طويل على حل مشكلة الكراودينج لانه هو كلش موقع بعيد، لكن هو اوبشن ممكن احلها بدل ما اقرا بريمولر اللي هو very healthy ما بي مشكلة، و7 عندي مشكلة بي، ممكن اقرا في 7 واحل مشكلة الكراودينج، لكن التايم اوف التريتمنت بيكم لونج. هاي الكيسات اللي ممكن اشوفها بالسكند مولر. اخر سلايد اللي هو الاكستراكشن اوف ثيرد مولر، هذا يعني حتى بالسرجر إنه نعرفها، إذا عندي impacted أو الimpaction مالته أو position مالته جاي يأثر على crowding، يعني إيش هتشوفون صورتين، يعني مثلا شوفوا هاي الصورة رقم 1، واحنا عنا extraction of 6 previously، شخص قال سابقا، ال 8 ال position مالته كلش حلو، أقلعنا ال 8؟ أكيد لا، ليش؟ لأنه هذا 7 أقدر أجيبه مكان ال 6 وال 8 يجي مكان 7 ويصير good occlusion. زين من يجي هذا يقعد ويا هذا، هذا ال H الموقع من الإعراب قلقة ما بفائدة صح لا لا، بعد ال impaction مال هذا ال condition horizontal مال هذا ال side أكيد أقلع ال H لأنه راح يكون ال impaction حيصير food debris، حيصير pericoronitis، حيصير عندي مشاكل ونتيجة حيأثر على crowding of lower incisors أيضا صح لا. بعد سلايد الوراء هذا ال crowding تشوفون أنا عندي 6 7 و 2 supernumerary molar teeth، أكيد ال extraction هنا راح يكون relieve the crowding وما يصير عندي مشاكل بالdental arch. إذا واردة لكن كحل مو حل to relieve أو mal occlusion، يعني ما عندك mal occlusion حليته بقلع المولر لا، يعني هواي أطباء من عندنا يجوا يحلون هاي المشكلة شو يسوون؟ يدزون البيشنت على الأقل الثيرد مولر يلا يسوون orthodontic treatment، ما له علاقة الأورثودونتك تريتمنت، ما له علاقة ويا الثيرد مولر. الأورثودونتك تريتمنت علاقته ويا الثيرد مولر هي علاقة إنه بريفنتيف، يعني أنا أقلع الثيرد مولر لأنه الإمباكشن مالته أب نورمال حيأثر على الأسنان ورا ما خلص الأورثودونتك تريتمنت، كتفتهمون شلون؟ مو معناها قبل الأورثودونتك تريتمنت لازم يسوي الإكستراكشن يا بشنو؟ ما أقدر أحل المشكلة بالأورثودونتك، لا ما له علاقة. orthodontic treatment الحلول مالتها تيجي من 7 6 3 1 2 4 5 لكن ما ممكن تجي من ال 8، لكن ال 8 تنقل as a preventive method. خلصة المحاضرة، يعني محاضرة معلوماتها ترى مو هواية قليلة، فائدة ال extraction نعرفها، crowding class 2 class 3، أنواع الـ extraction, balancing, compensating بس نفهم شنو معناها، تمام؟ and the condition of the teeth اللي to be extracted، وأخذنا كورسن على حدة شفنا الكيسات اللي ممكن أسوي بها extraction وتوصلنا إلى نتيجة إنه الـ extraction of premolars هي أكثر واردة من بقية الأسنان، بقية الأسنان ممكن ما نقلعها أغلبيتها لكن ممكن نقلعها لحالات معينة وضحتكم إياها بصور على ما تتوضح ويا من تقرون ويا هالمحاضرة. إن شاء الله ما طولت عليكم، ترى أنا قاعد أشرح بها مواضيع خارجية أيضا على ما تفهمون المادة وإن شاء الله تكون واضحة لكم.
الرسالة اللي وراه هو quiz of the lecture، المحاضرات شرحتكم ياشو المحاضرات الداخلة بالكويز، أرجو أنه تقروها قراية وتجاوبون على الكويز كل واحد من ذاته، أكرر وأقول من كل واحد من ذاته، وأتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله بالمحاضرات القادمة راح نوضح لكم الأسلوب الامتحان شو راح يكون، ونوضح لكم شو حيصير بالمادة العملية، وأتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله تكون واضحة، وأنا مستعدة لأي سؤال تسألون، أي سؤال تسألوه، رجاءً أتمنى أي طالب من عندكم الخاص ويا جواب الامتحان أو جواب الكويز تدزولي أي سؤال عندكم وأني أستعد للجواب، وتعذروني على تأخير الإجابة لأنه عددكم هواية، قاعد أجاوب طالب 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 طالب، وهذا ياخذ مني وقت، وأتمنى لكم كل التوفيق، والحد الأقصى لجواب الكويز أرجع وأقول بعدين ما تقولوا لي قلتوا لي لا دكتورة فلان يوم فلان يوم، لا الحد الأقصى يوم الجمعة، يوم الجمعة حد الأقصى أستلم الجواب، ورا يوم الجمعة بعد ما أستلم مو تدزوا لي السبت بعد ما أستلمه، الحد الأقصى هو يوم الجمعة. أتمنى لكم كل التوفيق وشكرا جزيلا.